فيسبوك ديالي شوف اش واقع على الارض ديالي متابعي قناة أشواق تي في، أهلا وسهلا ومرحبا بكم مجددا. عفاكم قبل ما نبداو هذا اللايف، قولوا لنا واش الصوت مسموع. متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، أهلا وسهلا ومرحبا بكم. نحن معكم من هنا من قلب الحدث من إقليم تمرط دوار إغران من نواحي إغران، عفوا، من نواحي مدينة الشفشاون. شكرا جزيلا. إذا الصوت مسمع، إذا متابعينا الأوفياء، سوف أترككم مع الأخت مريم مراسلة قناة أشواق تي في الإلكترونية بمدينة الدار البيضاء، هي التي ستقربنا من الأحداث الأخيرة، فابقوا معنا. مشاهدي الكرام، مشاهدين قناة أشواق تي في، مرحبا بكم معنا. شكرا للزميل يوسف، شكرا لجميع المتتبعين الكرام. كنبغي نقول لكم بلي يلاه الحفر رجع من بعد ما قطعنا اللايف اليوم في الصباح مع 10 صباحا، لان كان صرا واحد الحادث، هو انهيار ديال تربة من واحد الحافة، اللي ادى ان اضطروا الناس الحفارين بالالات ديالهم انهم يحبسوا الحفر لانه كان كيشكل خطر. فالاعمال دابا الان يلاه رجعات، يلاه استأنفوا العمل. كنلاحظوا بانهم بداو كياخذوا واحد بحال واحد الانابيب باش غادي يقدروا يدخلوها وسط من فين 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 طيح الولد ريان، باش غادي يقدروا يدخلوا لعندو بهذيك الطريقه بطريقه موازيه. فهذه هي اخر المستجدات. كنبغي نقول لكم بلي اخر 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 مره تاكدنا بلي ان ريان باقي حي. هي من دابا ساعه تقريبا دازت، تاكدنا بان ريان مازال حي. اكدوها لنا الناس ديال السلطات والناس ديال الوقايه المدنيه، كما اكدتها لنا جارة ديال الطفل ريان باللي هبطوا ليه الكاميرا وتاكدوا انه لازال على قيد الحياه ولازال انه كيتحرك. حنا دائما باقيين كنطلبوا الله والدعوات ديالنا والدعوات ديال جميع المغاربه. ما نقدرش نقول لكم الكم الهائل ديال الناس اللي جاوا من جميع المدن المغربيه مشكورين، والناس الساكنه ديال المنطقه ولا الساكنه ديال جهه الشمال المغرب عموما. كيف ما كتشوفوا دوما الاليات ديال الحفر اللي هما وقفوا كيحاولوا غير يدخلوا دوك الانابيب باش غادي يقدروا يدوزوا الطفل ريان عبر دوك الانابيب، لانه تم الحفر بالموازاه مع البير فين طاح الطفل ريان. كيف ما تقدروا تشوفوا بان الوقايه المدنيه باقين حدا البير كيستعدوا، باقين كيحاولوا يتواصلوا مع الطفل ريان. فما يمكن لنا الا اننا نطلب الله
انه يرزق عائلته الصبر ويرزق جميع المغاربه الصبر. عارفه بصعيب، عارفه ما سهلش، عارفه بان جميع الناس ما نعسوش، لا اللي في ديورهم ولا الناس اللي تنقلوا هنايا في عين المكان مباشره. صراحه امر محزن بزاف، لاننا طال الانتظار، عارفكم كتسولوا، عارفه بان كاع الناس طالع عليهم الدم، ربما تيقولوا واش كنتفلاو عليكم، ولكن انا تنقول لكم الحقيقه باللي ان هذا الشيء اللي صرا. ودابا حاليا استأنفوا العمل ديال الحفر، ولكن يدويا، واخا تشوفوا هذه الحفارات راه الحفر غير يدوي، لانهم كيخدموا بمساعده ديال واحد الشخص بعلي اللي حتى هو تنقل وهو متخصص في حفر الابار يدويا باش يقدر يجبدوا. لان باش غير نذكركم بان هنايا التربه خطيره جدا، لان كاين جراف ديال التربه، النوعيه ديال التربه ما مساعداش صراحه، يعني صعيب. كنا كنشوفوا بان كنا كنحاولوا نغطيو الاحداث في الصباح، ولكن الدرك الملكي ولا القوات المساعده ولا جميع المسؤولين هنايا والناس ديال السلطه المحليه كانوا كيحاولوا يرجعوا جميع الصحافه اللور، لان فعلا هي كانت واحد المنطقه خطيره. الحمد لله ما تصاب حتى شي واحد من اللي طاحت هذيك الحافه، الحمد لله. فحنايا الان كنحاولوا دائما اننا غير نصبروا وندعيوا الله. وكيف ما كنشوفوا بان با علي اللي هو واحد الانسان متمرس جدا، عنده خبره كبيره في حفر الابار، هو اليوم جا وتنقل وبالمساعده ديال رجال الوقايه المدنيه باش غادي يخرجوا الطفل ريان، كيف ما اكد لنا احد الشهود العيان ورجل من الوقايه المدنيه بانهم في القريب غادي يتم استخراج ديالو. نحن متعطشين واقفين صراحه، الصبر ديالنا تقاضى، ولكن كنتمنى والله دائما كنصبروا راسنا، لان الطفل ريان لازال على قيد الحياه. فدائما تنقول الله يفك هاد الضيق ديالو على خير ان شاء الله، ويفرح ميمتو ويرزقها الصبر، لان صعيب ان يكون ولدك تحت في بير مخشي وكتساين وما تقدر دير ليه والو. صعيب احساس الام صراحه، ولا الاب ولا حتى الجيران صراحه، كاين تعاطف كبير، كاين ناس جاوا من جميع المدن، ونقول لكم جاوا ناس من ورزازات، جاوا من اكادير، من فاس، جاوا بزاف من العديد من المدن، من مدينة الدار البيضاء، من مدينة مكناس، من مدينة فاس، من مدينة طنجة، من مدينة الشاون. صراحة المغاربة معروفين وما صدموناش صراحة، لأن هذوما المغاربة نقدر نقول لكم باللي رجال الدرك الملكي كيضطروا حاليا أنه قبل ما توصلوا للطريق كيضطروا يحبسوا بزاف السيارات، لأن بزاف الناس كيحاولوا يجيو وباقيين كيجيو، باقيين كيتوافدوا بزاف الناس هنايا في مكان الحادث ديال الطفل ريان. فلا يسعنا الا اننا نطلبوا الله، كاملين المغاربه كاملين يطلبوا سيدي ربي، ولا كان يعني، لان ربما الدعاء يغير القدر، هادشي اللي تنقولوا. كيف ما كتشوفوا هنايا باقي كيحاولوا، لان هنايا المساله جد خطره، نبغي نفكركم لان التربه صعيبه بزاف، ف كيحاولوا يكونوا حريصين ما يديروا حتى شي خطوه الا ويدرسوها مزيان، لان ما بقاش اكثر من جوج الامتار تقريبا باش انهم يوصلوا للطفل ريان، ولكن كاين انجراف تربه اللي هو اللي صعب الامر. فاي خطوه كيبغيو يديروها كتخليهم انهم يديروا لها الف حساب. فكنشوفوا هنا العديد من المسؤولين، تنقل السيد العامل والسيد الوالي و صراحه يعني الكل الوقايه المدنيه مشكورين، لانهم خداروا واحد العمل متعب صراحه، وضربوا بزاف ديال التماره، والناس اللي من المتطوعين اللي حاولوا جاوا وبغاو يلبيو النداء وبغاو يعاونوا. حاليا نقدر نقول لكم باللي العشرة، لانه ملي جاو كيهزوه كان كيوحل ما بين واحد الحجر تاخ فاش دازت من عين المكان.
كنبغي نشكر خوتنا الجزائريين اللي صراحة ضامنوا وبغاو يبينوا صراحة بأن أننا خوت وتا شي حاجة ما توقف قدامنا. من هذا المنبر كنبغي نقول لعزاء للحاقدين وحنا راه خاوة خاوة. كنبغي نشكر الشكر الخاص والجزيل خوتنا الجزائريين وجميع العرب في المكان وصراحة على التضامن ديالهم وجميع المغاربة أيضا اللي متواجدين خارج المغرب. ميمكنش تصوروا الكم الهائل اللي كنتلقاو ديال الاتصالات من ناس من خارج المغرب كيسقسيو على طفل ريان، وما نقدرش نقول لكم الكم الهائل ديال الناس اللي تنقلوا حتى لعين المكان هنايا للصراحة، منهم رجال ومنهم نساء أيضا. هنا كنعرف هنا كنشوفوا بأن المرأة المغربية هي مرأة صراحة يعتمد عليها، ونقولوا للمرأة المغربية تبارك الله عليك. والآن سأترككم مع زميلي يوسف يكمل معكم هذا المباشر. ريتما أنا نمشي نسقسى بعض الأخبار ونشوف ما الجديد. إذا شكرا للأخت مريم على هذه المعطيات. متابعينا الأوفياء أهلا بكم مجددا. في هذه الأثناء يتم استخراج الأنابيب من هنا وأخذها إلى مكان وجود الطفل ريان إن شاء الله تبارك وتعالى. هذه الخطوة التي توقفت فيها الوقاية المدنية ورجال السلطات منذ ساعة أو ساعتين من الآن، يعني أن الأعمال توقفت بسبب انهيار أو انجراف التربة. الآن إن شاء الله تبارك وتعالى سنكمل أو ستكمل رجال الوقاية المدنية هذه الخطوة، وهي الخطوة الحاسمة والتي ينتظرها ملايين المغاربة وأيضا ينتظرها الآلاف من الدول العربية. هناك شعوب أخرى تنتظر وبفارغ الصبر خروج ريان ورؤية والديه وهما يحتضنانه بكل حب وشوق. للتذكير أن الأب أب الطفل ريان هو ما زال في صدمة نوعا ما إن صح التعبير، ما زال حزين جدا وكئيب لغاية لا توصف. الأم منذ سقوط ابنها في البئر لا زالت تغفو تارة وتستيقظ تارة أخرى، ولكنها تقضي معظم أوقاتها في الغيبوبة. نعم متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، كما تشاهدون الجرافة تتوقف عن العمل لإكمال الخطوة التي توقفت فيها السلطات منذ ساعة أو ساعتين من الآن. السلطات صراحة والمسؤولين هنا لم يزودوننا بأي معلومة عن صحة وسلامة الطفل ريان في هذا اليوم مع كامل الأسف. في نفس الوقت نتمنى من الله عز وجل أن يكون ريان في صحة وسلامة وعافية، وأن يعيده رب العالمين إلى أهله سالما غانما معافى يا رب العالمين. إذا متابعي قناة أشواق تي في الإلكترونية، كما تشاهدون هناك السلطات ورجال الهندسة يحاولون أخذ المعطيات والإحداثيات اللازمة من أجل إكمال الخطوة التي توقفت فيها منذ ساعتين من الآن. إن شاء الله تبارك وتعالى ستفصلنا ساعة أو ساعتين عن لحظة الحسم، وهي اللحظة التي سيخرج فيها ريان. أذكر أنها اللحظة التي ينتظرها الملايين من المغاربة، في نفس الوقت ينتظرها الآلاف الآلاف والملايين من الأمة الإسلامية في مشارق الأرض ومغاربها. للتذكير
شكرا للقنوات، شكرا للقنوات العالمية التي واكبت هذه التغطيات الإعلامية، شكرا للقنوات التي سلطت أضواءها على هذا الخبر الذي أصبح محطة رأي عام، أصبح موضوعا يناقش في كل جرائد ومجلات العالم العربي والأوروبي. شكرا للدول الشقيقة ليبيا تونس والجزائر ومصر والكثير الكثير من الدول العربية التي وقفت بجانب الشعب المغربي في هذه المحنة أو في هذا الابتلاء. شكرا لأولئك الذين قدموا دعوات لأسرة ريان ولريان بحد ذاته، شكرا لوجودكم. وللتذكير كما قلت أمس أن هنا تظهر نخوة الإسلام، هنا يظهر التآزر والتآخي، هنا تظهر أو يظهر الحب الذي يتبادله الشعوب فيما بينهم ناهيك عن الأمور السياسية وما شابه ذلك. وأخص بالذكر الجزائر، فشعبها وقف بجانبنا وقفة الرجال. بالأمس اتصلنا بالمراسل حمزة والذي كان معنا هنا، فوضعنا رقما هاتفيا ليتصل بنا جميع الناس. للتذكير أن 50% من الاتصالات كانت من أرقام الجزائر. ففعلا شكرا، شكرا لاهتمامكم بقضية أخينا وحبيبنا ريان، شكرا جزيلا لكم. إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، كما تشاهدون نحن الآن في بث مباشر من قلب الحدث، إقليم جماعة تامورت، جماعة تامورت دوار إغران، من هنا من قلب الحدث. شكرا جزيلا للشعب الجزائري والذي تظهر تعاليقه بعدة، والذي يحضر معنا هنا في هذا البث المباشر وفي جميع البثوث المباشرة على كل مجلة إلكترونية وعلى جريدة إلكترونية. شكرا جزيلا لكم على وجودكم معنا في هذه المحنة. بالنسبة للأشخاص الذين يسألون عن علو سقوط الطفل ريان، الطفل ريان سقط في بئر يصل طوله إلى 64 مترا، لكن قد شاءت الأقدار أن يسقط ريان في عمق 32 مترا، يعني أن ريان في وسط البئر. هذه معلومات موثوقة ومن السلطات، تمكنت السلطات منذ الأمس أو في صباح هذا اليوم إلى انتهاء من الحفر الذي سيصل إلى علو أو غرق 32 مترا، مما سيجعلهم يدخلون من الجانب المعاكس. نظرا للمحاولات الفاشلة والمحاولات التي باءت بالفشل منذ اليوم الأول، وهي محاولات إرسال الأشخاص الناحفين نوعا ما إن صح التعبير، أو الرشيقين، الأشخاص الصغار السن من أجل إنقاذ حياة الطفل ريان، لكن السلطات شاءت أو ركزت على ألا تتم هذه المحاولة مرة أخرى. هذه المحاولات كانت بالضبط 5 محاولات لأشخاص مختلفين من مختلف الأعمار والأحجام. للتذكير أنه هناك أشخاص آخرين ما زالوا هنا في المنطقة، أتوا من أجل التطوع بروحهم من أجل إنقاذ الطفل ريان. هناك أشخاص أتوا من مدينة الفنيدق، وهذا أتحدث طبعا عن أحد أبناء مدينة القنيطرة، وأيضا على ما أعتقد أن أحد الأشخاص أتى من الصحراء أو من جنوب المغرب. إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، للتذكير أننا ما زلنا والحمد لله في بلد أو في أمة لا زال بينها الحب. إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، شكرا جزيلا لكم على متابعتكم في هذا البث المباشر. يصل عدد هذا البث المباشر إلى 17,000 متابع من كل أنحاء العالم العربي والأوروبي، شكرا جزيلا لكم. إذا كما ترون هناك في هذه الشاشة جماهير غفيرة تنتظر خروج الطفل ريان من هنا، من هذا الجانب، من هذا الجانب، ومن هذا الجانب، من كل جوانب البئر هناك جماهير غفيرة ناهيك عن خروج أخونا ريان من قاع البئر. سنوافيكم بكل جديد. كما ذكرت سابقا
سابقا أن السلطات لا توفر لنا أو لا تقدم لنا معلومات كافية لنشاركها معكم. في نفس الوقت هناك معلومات، يعني هي المعلومات التي تبدو من هذا المكان ومن مدن أخرى مجاورة لهذا المكان. للتذكير متابعي قناة الشوقة في الإلكترونية أن عدد الأشخاص الموجودين هناك صراحة هو عدد يحصى بعشرات الآلاف. هناك بادرة أود أن أشاركها معكم، بادرة أهل القرية الذين لم يبخلوا على أهل السلطات وما شابه ذلك. كل من أتى إلى هذه المكان أو إلى هذا المكان من كل حلب وصوب لم يبخلوا عليه بالمأكولات، سواء ولو بالخبز الحافي والقليل من الماء وما شابه ذلك والحليب وما شابه ذلك. فصراحة أجادوا بكل ما أتوا من قوة. ثم لن أنسى الأشخاص الذين تطوعوا من مدينة طنجة ومدينة تطوان ومن مدينة شفشاون من أجل شراء بعض المواد الغذائية وإرسالها إلى هنا إلى موقع الحدث من أجل أن يتناولها من هم محتاجون والرجال الذين يقفون على قضية إنقاذ حياة الطفل ريان. إذن متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، قبل أن أختم لكم هذا البث المباشر وحتى أضرب لكم موعدا في بث مباشر آخر، أقول لكم لا تنسوا الطفل ريان من صالح دعائكم في ظهر أو في زوال يوم الجمعة في هذا اليوم المبارك، وإن شاء الله تبارك وتعالى هذا اليوم المبارك متابعي قناة الشوقات في الإلكترونية. للتذكير لا تبخلوا على الطفل ريان بالدعوات له ولأسرته بالصبر في هذه المحنة. متابعي قناة الشوقات في الإلكترونية، ليس لدينا حل آخر غير الدعاء للطفل ريان. صراحة لو كانت أبواب التطوع مفتوحة فأنا بنفسي والله كنت سأكون من المشاركين بدون تردد، رغم صعوبة الظلام ورغم صعوبة البئر وضيقه، ولكنني كنت سأكون أول المتطوعين. إذن متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، للتذكير أن السلطات منعت أي متطوع آخر غير الخمس الذين تطوعوا في اليوم الأول، منعت كل الشباب والأطفال القادمين من كل مدن المغرب من التطوع، وذلك خوفا على روحهم. في نفس الوقت إذا بما أننا تحدثنا على خوف السلطات على أرواح المواطنين، نرى هناك تواجد كثيف لقوات الدرك وقوات المساعدة ورجال الأمن من كل جوانب وزوايا الحفرة، يساعدون الوقاية المدنية بإبعاد المواطنين من هذه الحفرة. للتذكير أن هذه الحفرة بالذات هي الحفرة التي قبل قليل أو قبل سويعات أو ساعات من الآن انهارت، وقدر الله ألا يكون هناك أحد حتى لا يتأذى، والحمد لله. هذا طبعا بفضل الله وبفضل المجهودات المبذولة التي يقوم بها رجال الدرك الملكي والقوات المساعدة. إذا متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، للتذكير نحن هنا لا يمكننا الاقتراب من موقع الحادث. صراحة نود وبشغف أن نوصل لكم الفكرة أو الصورة التي تبدو هنا من العمق. صراحة هي رأيناها بالعين، هي صراحة عمق طويل للغاية جدا، لكن صراحة نحن ممنوعون من التصوير في هذا المكان. إذا متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، شكرا لمتابعتكم هذا البث المباشر، وابقوا معنا، نحن معكم طيلة 24 ساعة، نحن معكم على مدار الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى حتى يتم إنقاذ الأخ والطفل ريان. إذن نكمل مع المراسلة الصحفية الأخت مريم.
شكرا للزميل يوسف. كنبغي نشكر جميع المغاربه اللي باقيين كيتابعونا متتابعين قناه اشواق تي في. مرحبا بكم مره اخرى. كنبغي ناكد على تواجد من الوراء ديالي السيد والي جهه والسيد عامل المنطقه، كما تم حضور وتاكيد حضور مندوب الصحه اللي تنقلوا لعين المكان باش يوقفوا على الاجراءات ديال تنقيب والبحث على الطفل ريان اللي كنذكر بانه لازال متواجدا ولازال حيا في البئر اللي العمق ديالو اكثر من 32 متر. احنا دابا تندقوا يعني الدقائق الاخيره، نبغي ناكد لكم لان شفنا بوادر امل. صراحه انا نبغي نفرح جميع المغاربه، نبقاو متفائلين حيت انا متفائله. صراحه كنبغي نشكر جميع المغاربه اللي تعاونوا مع ريان، تعاونوا مع الام ديالو بالدعاء، مع جميع المغاربه اللي انتقلوا للعين المكان مباشره هنايا. صراحه ساعدوا بالكثير او بالقليل او غير بالمشاركه ديالهم ويوقفوا معاهم هنايا، فهذا دعم معنوي ولهم جزيل الشكر. صراحه ما نقدرش نقول لكم الاجواء هنايا خياليه، كيفاش دايره النفسيه ديال الناس، كيفاش الناس التعاطف ديالهم مع بعضهم، كيفاش ان ولا كل شيء بحال عائله وحده، وحنا كاملين ريان خديناه ولدنا، وريان اليوم هو ولد المغاربه كاملين. بحالي بحالكم انا متشوقه لانني بديت كنشم رائحه الامل من جديد بعد ما كنا فقدناه، لان اليوم ثالث يوم على التوالي وطفل ريان باقي محبوس، اعتذر اليوم الرابع على التوالي وباقي حبيس. شكرا للزميل يوسف. صراحه بقوه ما بقينا هنايا ما بقيناش كنحسبوا الوقت صراحه، لان انا لازلت مستيقظه منذ ليله امس، من السادسه والنصف صباحا. لا اشتكي وانما اريد فقط مراعاه ظروفي، لان ساعات بدأت أتأثر وأفقد الكلام، وصراحة يعني صعب صعب، ولكن الفرحة بدأت كتغمرني شوية لأنني شميت رائحة الأمل، خصوصا من رجال ديال الوقاية المدنية اللي تمكنوا مؤخرا أنهم يديروا داك الأنبوب باش اللي غادي يقدروا يوصلوا بالواسطة ديالو مع المساعدة ديال الحفار بعلي الإنسان المتطوع اللي جا اليوم، هو خبير في حفر الآبار وتعرف مزيان، لأن اليوم كما كتعرفوا هنايا التربة هشة، التربة في اي لحظه تقدر تنهار وتطيح، بحال اللي وقع قبيله في الصباح، واضطرينا اننا نحبسوا اللايف لان كانت هناك خطوره، وجميع الصحفيين اضطروا انهم يخليوا المكان لان السلطه كانت ضروري خاصها دير الخدمه ديالها. دابا الحمد لله وبدينا في او بداوا الناس المختصين في الحفر اليدوي، لان ليس هناك بديل من غير الحفر اليدوي. بالنسبه للناس اللي كانوا كيقولوا في التعليقات بان نعاودوا نخليو ناس اخرين يهبطوا، صراحه انا حضر معي سيد جاء من مدينه ورزازات، لم يرد ان يتم تصويره لانه قال انا ماشي بطل، انا ما جيتش باش نتصور، هذا ما جاء على لساني، وانما جيت باش نلبي النداء ونعتق ريان، ولكن ملي ما خلونيش انا غادي نرجع في حالاتي، هذا الشيء اللي جيت على قبله، وملي ما قدرتش غادي نرجع. وفعلا يعني تكبد عناء السفر من البارح من ورزازات، وفعلا وصر وقدر، ولكن للاسف لان رجال الوقايه المدنيه هم ادرى بعملهم، عارفين بان ما بقاتش يقدر حتى شي واحد يهبط، خصوصا بان اخر واحد حاول انه يهبط صراحه تعرض للاغماء، فما بقاوش باغيين يخاطروا حتى شي واحد. وفعلا لان الحياه ديال المغاربه كاملين او الانسان بصفه عامه هي غاليه، وحتى حياه ريان غاليه. نعم متابعي قناة أشواق في الإلكترونية، على ما يبدو أن الأعمال ستبدأ من هنا مجددا بالجرافات، لأن نحن كإعلاميين مطالبين بالتعاون، فواجب علينا فهم الرسالة وتغيير المكان. في نفس الوقت نحن نريد أن نبقى معكم على صورة مباشرة حقيقية من قلب الحدث. نعم
ما نراه الآن هو ما نراه الآن هو أنابيب تصل إلى هذا المكان، وهذه الأنابيب كما ذكرنا سابقا هي أنابيب الأمل. نعم نعم، بوادر الخير بوادر الخير تبدأ. صراحة غادي يخرجوا يوسف سليم معافى وعلى قيد الحياة إن شاء الله، كما أكدوا لنا منذ ساعة أنهم أكدوا لنا أنه كان لازال على قيد الحياة، كيف ما شفتوا بأن رجال الوقاية المدنية هبطوا البلونكار باش غادي يحاولوا يطلعوا على ما يبدو. حنا للأسف ما غاديش نقدروا نوصلوا، لأن كيف ما شفتوا نحن كإعلاميين وصحفيين يجب علينا أن نتعاون مع رجال السلطة، لأنهم حتى هما كيقوموا بالدور ديالهم باغين الحماية ديال الناس كاملين، ورجال الوقاية المدنية ما غاديش نقدروا نوصلوا حتى تما باش ما غاديش نضايقوا عليهم. كيف ما كتشوفوا هذا أنبوب آخر، هذا وربما هذا هو الأنبوب الأخير باش غادي باش ما تطيحش التربه ربما. ياك الزميل يوسف، من اجل سلامه الطفل ريان ستذل هذه الانابيب من الاعلى الى الاسفل، حتى اذا حدث انهيار لا قدر الله، على ما اعتقد وهذا تحليل شخصي، ان ريان سيبقى داخل الانابيب ولن يصيبه مكروه ان شاء الله تبارك وتعالى. طيب، كما قالت الاخت مريم هذه بوادر الخير. الرجال الإسعافات الأولية يتقدمون، ورجال الوقاية المدنية يتقدمون بمعدات الإنقاذ، سرير وما شابه ذلك وأكسجين ومواد طبية أخرى ستساعد في إنقاذ الطفل ريان. صفيا نعم، متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية تشاهدون في هذه الأثناء وصول هذا الفريق. هذا الفريق فعلا كان هنا منذ 4 أيام ولكنه تحرك في هذه الأثناء، وكم كنا نأمل هذا المنظر صراحة. هذه لحظات كنا ننتظرها منذ أيام، منذ أيام، منذ أن كنا على خلفية الهواتف وشاشات الحواسيب، أما اليوم فنحن نشاهد هذا المشهد ونحن صراحة شغوفين باللحظة الأخيرة التي سنرى فيها ريان يتنفس ونرى فيها والداه يعانقه. إن شاء الله تبارك وتعالى شيء ليس بالبعيد، إذا جهود متواصلة لإنقاذ الطفل ريان. أعتقد أن الأقدار شاءت وأبت أن يكون يوم الجمعة هو اليوم الذي سيخرج فيه الطفل ريان. نشاهد فريقا آخر من رجال الإطفاء أو رجال الوقاية المدنية، والذين كانوا منذ أول أمس في مكان الحفر، أعتقد أن أعمالهم أو أشغالهم انتهت. هذا سيعني أنه سيدخل فريق آخر وهو فريق إخراج الطفل ريان. فشكرا لهؤلاء الجنود المجندة على مجهوداتهم الجبارة من تضحية بأرواحهم بوقتهم وبكل شيء، بعائلتهم بأسرهم وبكل شيء من أجل إنقاذ الطفل ريان. إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، لا أريد صراحة إقطاع أو أن نقطع عليكم هذا البث وحرمانكم من هذه الفرحة. أعتقد أنها الدقائق الأخيرة لإخراج الطفل ريان. أنتم معنا على الهواء مباشرة من هنا من جماعة تمرت إقليم تمرت دوار إغران، من هنا من نواحي مدينة شفشاون. إذا لن نقطع عليكم هذا البث المباشر لتروا اللحظة التي سيخرج فيها الطفل ريان. نحن هنا ننتظر بشغف مثلكم، الصحافة العالمية والأوروبية والعربية تنتظر أيضا بشغف هذه اللحظة الحاسمة، الصحافة الإلكترونية والصحافة التلفزية تنتظر جميعا ينتظرون هذه الساعة. إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، أنتم معنا على الهواء مباشرة من موقع الحادث. هناك تحركات أخرى من هذا الجانب، تحركات بعلي الذي تحدثنا عنه منذ قليل، هو رجل صحراوي
لديه 10 سنوات هنا بالجوار يحفر الأبار، وهذه هي أعماله التي يقدمها للمنطقة. سألنا أهل المنطقة عنه فوجدنا أنه رجل محبوب وأب للجميع. هو الرجل الذي تطوع وقبله عامل هذه الجهة على أن يكون هو ممن يساهمون في إنقاذ الطفل ريان إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن الشيء الوحيد الذي نتمنى في هذه اللحظة هو أن يخرج ريان سالما غانما معافى. نريد أن نرى البسمة في وجه آبائه، البسمة التي فقدت منذ 4 أيام مع كامل الأسف، هي مدة طويلة جدا جدا صراحة. صعب 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 أن تفقد ابنك 4 ساعات. الفقد ليس الموت، ولكن أنك ترى ابنك يصارع الموت أمامك وبجانب بيتك ولكنك لا تستطيع فعل شيء، فهذا هو ألم الفراق فعلا. فمتمنياتنا لأسرة ريان بالصبر، ومتمنياتنا لهم بأن يجعلها ربنا مغفرة لذنوبهم، جعلها الله هذه المصيبة مغفرة لذنوبهم. نسميها مصيبة فعلا لأنها شيء ركز عنه العالم، شيء شغل العالم وانتبه له العالم، مما جعل الكل يتأثر ويتحسر وينتظر خروجه. إذا كما قلنا سابقا نحن في هنا نساعد ولسنا لنعرقل، فلا بد علينا التحرك لمساعدة رجال الوقاية المدنية. جرافة أخرى تتدخل، نعم متابعي قناة شوقة الإلكترونية أنتم معنا على الهواء مباشرة من مدينة أو من نواحي مدينة شفشاون دوار إغران. هذا الدوار الذي هذا الأنبوب أعتقد أنه أنبوب لم يعد صالحا للاستخدام، أعتقد لمدى حجمه الكبير. نعم تحركات من رجال الوقاية المدنية. متابعي قناة أشواق عاتف الإلكترونية، بعدما كنت متابعا معكم الأحداث، متابعا معكم خلف الشاشة، قرأت بعض التعاليق والتي تقول أن الصحافة تكذب. أحبابي الغوالي أو متابعين الأوفياء، إن الصحافة ليس من مهامها أن تكذب الخبر أو أن توصل لكم الخبر المكذوب. الإعلام أو الصحافة من أولى مهامها أن توصل لكم الخبر الدقيق في الوقت الدقيق بصوت وبصورة مباشرة. إذن متابعينا الأوفياء نحن ما زلنا معكم هنا نحاول فقط إيصال الخبر الذي ينتظره العالم. هذا الخبر نحن ننتظره، تنتظر أسرنا والتي طبعا نبعد عنها نحن أيضا لمسافات طويلة، وأتينا من مدن أخرى إلى مدينة شفشاون من أجل تغطية هذا الحدث الذي شغل العالم، هذا الحدث الذي شغل ضمائرنا قبل العالم صراحة، هذا الحدث الذي شغل قلوبنا وأذهاننا وتفكيرنا، هذا الحدث الذي لطالما ترك الأمة العربية بلا نوم، هذا الحدث الذي صراحة الحدث الذي أصبح موضوع رأي عام. طبعا هذه المنطقة كما تحدثنا مع أهلها توجد حوادث أخرى في هذه المنطقة كحوادث الانتحار، وهي موجودة بكثرة في هذه المناطق. إذن السلطات تطلب منا مغادرة هذا المكان، وطبعا نحن هنا لتلبية الدعوة، لا نريد الدخول في صراعات، احترام لهم. نحن هنا من أجل
نحن هنا من أجل توصيل حالة الطفل ريان. نحن هنا لسنا من أجل الصراعات مع رجال الدرك وما شابه ذلك. إن شاء الله تبارك وتعالى سيخرج ريان سالما غانما معافى يا رب العالمين. نعم إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، كما ترون السلطات تحاول إبعاد المواطنين والصحفيين من هذا المكان. كان دون حصول بعض القلور يا اخوان الله يرحم الوالدين. يلا اخو يلا يلا الله يرحمكم الوالدين. رجعوا نور لي رجعوا نور لي مشاهدي الكرام، مشاهدي قناة شواقع تيفي، كنبغي نزف لكم خبر صار بأن في هذه الأثناء سيتم إخراج الطفل ريان. سيتم إخراج الطفل ريان. حنا كنحاول أن ننقل لكم الصورة لأن رجال السلطة نتفهم، هم يقومون بدورهم ونحن نقوم بدورنا كذلك. كاسمع كاسمع مزيان اعتذر. البارح السيد عنا قال لنا بلاصه ما إذا المشاهدي الكرام من المواطن الصحفي ماشي شاد في الدار الله يرحمه. لا لا شوف كلشي اللي بجي ليا الصحفي. مشاهدين قناة أشواق تيفي، ربما الآن انتم كتشوفوا معنا بأن رجال القوات المساعدة هم يقومون بدورهم في حمايتنا، ولكن نحن نقوم بدورنا في توصيل الخبر إليكم. من هنا سيتم إخراج الطفل ريان، كلنا ننتظر صراحة. الأخت مريم، صراحة نحن لا نريد الدخول في صراعات مع رجال الأمن لأنه نعم فعلا نعم لدينا مهمة أخرى وهي نعم أن نرى الطفل ريان إن شاء الله تبارك وتعالى يخرج من البئر سالما غانما معافى. نعم زميل يوسف، ولكن نحن كذلك نريد توصيل المعلومة وتوصيل الصورة والخبر إلى المشاهد. كما كنقول لكم مشاهدي الكرام، في هذه الأثناء سيتم إخراج الطفل ريان من هنا. فكنشوفوا بأن رجال الوقاية المدنية دخلوا لداخل، حنا ما غاديش نقدروا نمشيو حتى لداخل لأن كيف ما كنشوفوا رجال السلطة ورجال الوقاية المدنية والمهندسين والمسؤولين على التربة، لأن كيقولوا باقي داكشي خطر فما يقدر حتى شي واحد يهبط إلا الناس اللي مختصين، حتى واحد ما غادي يقدر يدخل تما. فاحنا كنتسناو بان الطفل ريان يخرج ان شاء الله سالم. كما قلت لكم بان قبل ساعه ونصف تم تاكيد بان الطفل ريان لا يزال حيا وبانه تفاعل مع الصوت ديال الام ديالو اللي كانوا داروه ليه في التليفون عبر خاصيه الاوديو. وكما تلاحظون بان زميل يوسف حاول ان ينتقل ربما من أجل كنبغي نذكر مشاهدي الكرام باننا اليوم كنا حبسنا التصوير المباشر على الساعه 10 صباحا لانه كان تم انهيار الحافه من جانب المنزل ديال ريان فين كان الحفر متواصل. احنا دابا الان غادي نحاولوا ننتقلوا من واحد زاويه اخرى ربما
بعد التحدث مع والي جهة طنجة تطوان القصيمة، قلنا له أننا نعاني من وجود مكان هنا يسمح لنا أن نصور فيه بحرية. من عمل رفض سمح لنا وأخيرا بالذهاب إلى مكان آخر، مكان القمة، وهو المكان الذي يمكننا التصوير من خلاله كل شيء. إذن أنتم معنا. سير سير سير. بضل فينك أيوة؟ مباش إذن كما ترون هؤلاء الموجودين أمامكم هم كلهم رجال إعلام ورجال صحافة، هم الرجال الذين يسهرون على توصيل الخبر لكم بصورة دقيقة. هذاك هو صلب الموضوع اصلا. إذا متابعي قناة الشوقات في الإلكترونية، كما تشاهدون نحن قمنا بتغيير الزاوية، زاوية التصوير. إذا الأعمال تجري هنا الآن، ومن هنا من هذا الطريق سيخرج إن شاء الله الطفل ريان. أنتم معنا على الهواء مباشرة، فإن شاء الله تبارك وتعالى سنسعد جميعا في هذا المساء. اللحظات الأخيرة تفصلنا عن الخبر. صراحة يوسف قلبي يدق صراحة، ولكن يدق عجيب، فرحانة كنحس بواحد الفرحة صراحة. ما بغيتش، خلينا من لغة الخشب، خلينا من اللغة العربية. استسمح يوسف، ولكن ما تنعرفش نعبر باللغة العربية في هذه اللحظات. غادي نقول لكم بالدارجة ديالنا، انا فرحانة بزاف ومتأكدة حتى بغي نفرح المغاربة اللي متبعينا. غادي يخرج ريان ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا هذوك الاليات ديال الحفر اللي كاينين دابا، كيحاولوا انهم يحيدوا ديك التربه اللي كاينه لان تتحبس الطريق صراحه، وهي تتبقى تهبط بوحدها. باش نشرح لكم، حنا اصلا دابا واقفين في واحد المنطقه اللي كتزلق هاد التربه، تتبقى تزلق بوحدها حتى كتطيح. هاي الصوره
عيط له عيط. إذن متابعي قناة أسواق في الإلكترونية، ما زلنا معكم ننتظر وبشغف هذا الخبر الذي سيثلج صدورنا إن شاء الله تبارك وتعالى. هذا الخبر الذي ينتظره ملايين المغاربة وملايين الأمة العربية، ملايين الناس حول العالم. من هنا إن شاء الله تبارك وتعالى سيخرج الطفل ريان، من هنا ستكون بداية لسعادة جديدة، كما يقول غيث دائما بداية بداية سعيدة، أو بسم الله نبدأ سعادة جديدة. اليوم إن شاء الله تعالى ستكون هناك سعادة أخرى، لابد أن أنويها بالشكر الجزيل لوالي الجهة الذي منح المراسلين الصحفيين الوقوف في هذا الجانب، وهذا الجانب هو صراحة جانب تظهر في الصورة بشكل عام، يظهر هنا الأشخاص حول كل هذا المكان حول الحفرة، ويظهر هنا الأعمال التي تقوم بها الوقاية المدنية والجرافات التي تبعد التربة عن مكان وجود الطفل ريان. كما من هذه الزاوية يمكننا رؤية مكان وجود الطفل ريان إن شاء الله تبارك وتعالى. ما نسألكم فقط هو الدعاء لأخينا ريان، لا تبخلوا عليه وعلى أسرته بالدعاء له، هو في أمس الحاجة لدعواتكم. صحيح الأخت مريم؟ تماما، وأكد بأن ريان مازال محتاج للدعوات ديالكم، لأن ما عرفناش الحالة اللي غادي يخرج فيها كيف دايرة. مهم وأكد لأن من هذه ساعة ونصف تقريبا آخر مرة كانوا دعوا معه وأكدوا لنا بأنه لازال على قيد الحياة، وأنا أؤكد أنه لازال على قيد الحياة. في هذا اليوم لم نتمكن من أخذ معلومة حيال أو في موضوع صحة الطفل ريان، وهذا تمام. أمر مؤسف صراحة، فقط نريد أن نعرف إن كان قد أكل شيئا أم لا. لا يوجد من يزودنا بهذه المعلومة مع كامل الأسف، وأريد أن أنوه بهذه المعلومة فقط حتى الصحافة يأخذون حقهم، لأنهم الصحافة يتحدثون بلسان الشعب، هم فقط لا يريدون المعلومة لأنفسهم بقدر ما يريدون المعلومة لتوصيلها إلى الرأي العام والمجتمع بشكل عام، وخاصة إذا كان الموضوع وموضوع اهتمام وموضوع ربما يشاهده الآلاف والعالم أجمع، لا بد لنا أن يكون لنا شخص نتواصل معه في هذه الأحداث. فأرجو من الجهة المسؤولة عن هذا الجانب أن تركز وتسلط الضوء على هذا الموضوع، لأنه فعلا يؤسفني أن أقولها، إنه لأمر هزيل ألا تتوفر الصحافة على معلومات دقيقة ومعلومات واجبة أن تكون معروفة ليشاركها مع الرأي العام، لأننا صراحة نحن من نكون خلف الشاشات، والرأي العام لا يعرف إلا الصحفي أو المراسل الصحفي أو الإعلامي، لأنه يراه هو الشخص الوحيد الذي يوصل له الخبر. حتى لا أطيل عليكم في هذا الموضوع، فقط رسالتي للجهات المسؤولة. الآن كيف ما كتشوفوا رجال الوقاية المدنية كيطلبوا منا نرجعوا شوية اللور، لأن هنايا التربة شوية واعرة وخطرة، وكاين تقدر في أي لحظة أنها تنهار بحال اللي وقع اليوم في الصباح مع العشرة. تنبغي نأكد على الكلام اللي قال الزميل يوسف، ونبغي نزيد عليه نضيف بأن أحد رجال الوقاية المدنية كان أكد لي قبل ساعة ونصف بأنه الطفل ريان هبطوا له الحليب وتحرك وقدر ياكل وكيتحرك، ولكن ما يقدرش أكد لي على الصحة ديالو واش مصاب بكسور أو لا، ولكن اللي نقدر نأكد عليه بأنه لا زال على قيد الحياة كما جاء على لسان أحد رجال الوقاية المدنية وأحد جيران الطفل ريان. للإشارة فقط أحبابي الغوادي، هذه الجانب الذي نتوقف فيه الآن هو نفس الجانب الذي سقط منذ الصباح، والذي عرقل المسائل، الذي عرقل
هو الجانب الذي عرقل إنقاذ حياة الطفل ريان. فرجاؤنا منكم بالدعاء لريان ولكل الموجودين هنا بأن يحفظهم الله وأن يبارك في صحتهم. طبعا الأهم هو ريان، فلا تنسوه من دعواتكم ووالده كذلك. نرى في هذه الأثناء وقوف الجرافات مرة أخرى، هذا مما يعني أنه اقتربنا من الهدف إن شاء الله نوعا ما. صحيح مريم؟ نعم نعم، فأنا كل تفاؤل تنقول في أي لحظة غادي يقدر يخرج دابا ريان، لأن كيف ما شفنا أن رجال الوقاية المدنية كانوا دخلوا الأكسجين ودخلوا البلونكار باش يقدروا يستخرجوه. فأي لحظة ما نقدرش نقول لكم ما يقع في الأسفل 100%، لأن هنا هي المنطقة خطرة. رجال القوات المساعدة أو رجال الوقاية المدنية كيطلبوا منا أننا نتراجعوا اللور، وهذه هي نفس المنطقة اللي كنا واقفين فيها في الصباح وكان انهيار ديال التربة، فهي منطقة صعيبة بزاف وخطرة. ما نقدرش نقول لكم عمق ديال هذه الحفرة شحال. مريم انقطعك، بالنسبة للفترة اللي انهارت فيها التربة، أنت كنتي مع واحد السيدة اللي كانت مع روبورتاج. نعم. أهدرنا نعم. على الشعور ديالك في ديك اللحظة. صراحة أنا تخربقت صراحة، لأنني كنت في هذيك اللحظة تماما. كنت كناخد تصريح من واحد السيدة اللي مشكورة انتقلت من مدينة أفاس لهنايا باش تضامن مع الأسرة ديال ريان وخصوصا مع الأم ديالو. وبصراحة كنا كنصوروا حتى كنسمعوا عندك وأنا بالخلعة وبالتلفاع ودما نمشي للاتجاه المعاكس، مشيت للاتجاه ديال فين كان الانهيار. لو كان ما كانش الزميل أشرف وهو مشكور، لأنه جرني ما كنت تلفت. ربما ستجدون الفيديو الذي أتحدث عنه في قناتنا قناة أشواق تيفي على اليوتيوب. إذن تحية لأخينا أشرف على مجهوداته. نعم. الجبارة، الإعلامي المغوار، الإعلامي الذي يحاول دائما التوصيل. نعم. يحاول توصيل الخبر بكل أنواعه وبكل طياته بتفاصيله الدقيقة وفي الوقت الوجيز. تحية لك أخي أشرف، وتحية لجميع الزملاء والزميلات الذين انتقلنا، جميع الصحفيين والإعلاميين، وكذلك زميل حمزة بقنادل والزميل حمزة أغنيم. لو جزيل الشكر اللي تهو من عش البارح كذلك، وأنت أخي يوسف طبعا. سأل أخت مريم طبعا. أود تنويها صراحة بالفريق الذي يعمل معنا من الإدارة وما شابه ذلك، الفريق الذي يعمل في المكتب، مكتب نعم. قناة أشواق تيفي الإلكترونية، ليس موجودا معنا هنا ولكنه موجودا معنا بضميره، موجودا معنا بقلبه، يتواصلون معنا في منتصف الليل يسألون عن حال الطفل ريان قبل أن يسألونا عن حالنا. يعني أن هذا الموضوع موضوع اهتمام الجميع قبل أن نكون إعلاميين. نحن مسلمون وهذا الموضوع يهمنا جميعا، للتذكير أنه والله وهذه حقيقة بزاف ديال المراسلين اللي معنا، خاصة الناس اللي كيخدموا في مجال الديزاين وما شابه ذلك، أشخاص بقوا متبعين الخبر هذه 4 أيام وما كينعسوش إلا واحد المدة وجيزة، واحد الساعة أو ساعتين فقط لإنقاذ روحهم من الهلك. إذا متابعينا الأوفياء، نعود إلى الموضوع الأهم، موضوع حياة الطفل ريان. ما زلنا نتابع عن كثب وبشغف حالة الجرافات التي ستنقذ إن شاء الله تبارك وتعالى حياة الطفل ريان. إذن الناس اللي كيسقسيو على الأخ أو الطفل أو الحبيب ديالنا ريان، فريان الأمس كان بخير بصحة عافية وعافية بخير الحمد لله. كان كلا واحد شوية من الخبز، وأعتقد أنه شرب الماء والحليب. هذا صراحة أدخل الفرحة على قلوب الملايين من المغاربة، هذا الخبر الذي انتشر كالنار في الهشيمي طبعا، لأن العالم كان مهتما بهذه الحادثة، كان مهتما بحالة الصحفي. عفوا، لقد تبعثرنا في الكلام والله. الكل كان يتابع حالة الأخ.
والحبيب ريان. فطبعا عندما انتشر الخبر وانتشر كالنار في الهشيم، وذلك لأن الناس والأشخاص كانوا مهتمين به وبأخباره طيلة الأربعة أيام. إذن أنتم معنا متابعي قناة الشوق الإلكترونية على هواء مباشرة من نواحي إقليم شفشاون. نحاول توصيل الخبر لكم من قلب الحدث بالصوت والصورة. أشرف إزاي؟ شنو مريم؟ شنو مريم؟ زيان معايا؟ شوف ما تزوجتش لتحت لأن العيد قريب يخرج راه تما تصور والو. ها؟ لا حيت أنا اللايف، أنا اللايف دابا يطلع يقطع ويطلع حي. وأنا راه ما عندي باش نسوقها على الكاميرا. صافي 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 صافي. I love you. إذا متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية نتابع معكم هذا الخبر بكل تفاصيله. لا جديد يذكر صراحة سوى دعونا نلقي نظرة، دعونا نغامر بأرواحنا. كما تشاهدون في هذه الأثناء، هذه هي غرق المسافة التي سقط فيها ابننا ريان، نسأل الله السلامة والعافية. فصراحة صعب 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 للغاية، والله صعب. لا أريد أن أتحدث في هذا الموضوع والله، لأن روحنا تتألم، فعن نفسي لا أطيق التحمل ولا أستطيع البقاء بمفردي في غرفة لا شيء فيها، فما بالك ليست بغرفة وإنما حفرة فقط تحتضن جسمك وحده بدون مكيفات، بدون هواتف أو شاشات أو أكل أو غذاء، بدون نور، في ظلام حالك، بدون حضن الأم، حتى الأكسجين أهم الأشياء الحياة. فما بالك، ما شاء الله صراحة لا أستطيع أن أتخيل نفسي في هذا الوضع. فأرجو الله السلامة والعافية لأخينا وابننا ريان، إن شاء الله تبارك وتعالى سيعود سالما غانما معافى يا رب العالمين في أقرب الأجل.
إذا ننتظر وإياكم صفحة الحسم، الساعة التي سيخرج فيها ريان إن شاء الله تبارك وتعالى، اللحظة التي سيلتحق بها بأحضان والديه. إذا أنتم معنا على الهواء مباشرة إن شاء الله تبارك وتعالى، تشاهدون هذا الموقف الذي لطالما يشاهده ملايين الأشخاص حول العالم. من أول حد أوسط 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 وشري أوسط نعم متابعي قناة أشواق تيفي الإلكترونية، هاتفنا يقترب من النفاذ، أو شحنة الهاتف تقترب من النفاذ، فنحن سنترككم بعد دقيقة أو دقيقتين من الآن على أمل أن يكمل بكم الصديق أعتقد أشرف أو حمزة أحد المراسلين سيواصل معكم هذا الخبر بكل طياته، فيما سأكون أيضا مثلكم أنتظر وبشغف. شكرا جزيلا لكم متابعينا الأوفياء على دعمكم ووقوفكم بجانب أسرة ريان. إذا نترك معكم الأخت مريم لتواصل لدقائق قبل انقطاع هذا البث. باش الطفل ريان كلا أو لا، كنبغي نقول لكم في البير بأنه يقدر يتحرك شوية، ولكن ما نقدروش نأكدوا حتى شي حاجة على الصحة ديالو. اللي ممكن أننا نأكدوا هو أنه الطفل ريان لا زال حي يرزق، وبالنسبة للحالة ديالو الصحية فما عرفتش كاين اللي تيقول غيقدر يكون عنده شي كسور، كاين كل واحد وشنو تيقول، ولكن ما نقدرش نقول لكم بالضبط حتى يتم الإخراج ديالو. حنا كيف ما كتشوفوا حاليا في أي لحظة توقعوا أعزائي المشاهدين الخروج ديال الطفل ريان، لأن هاد الجرافات كيف كتشوفوا هاد اللي خدامين الآن ماشي الحفر، وإنما كيهزوا ديك التربة باش يحاولوا يعاونوا يحيدوا داك التراب اللي كان اللي كيبقى يهبط، حيت في كل لحظه كيبقى يهبط تماما. حتى في هذه المنطقه اللي حنا واقفين فيها حاليا راه هي المنطقه اللي كان نهار فيها نهارت فيها الحافه مع الصباح. كنبغي ناكد بان الطفل ريان اليوم 4 ايام وهو متواجد لتحت في البير، صراحه صعيبه يعني الطفل باقي ما تجاوز العمر ديالو 5 سنوات في الظلام والبرد، و يعني الماكله ربما كيشرب شويه ديال الحليب او وكيشوفوه مره تيتحرك ومره تيفقد الوعي. كانت قاتلي واحد السيده مع الهلال الاحمر اللي حتى هما متواجدين في مكان الحادث، بان هذيك الوقت اللي تيخفى فيها الطفل ريان وتعاود يرجع يفيق، فربما في هذيك الوقيته اللي كيخفى فيها او كيفقد الوعي كيقدر يرجع ويسترجع شويه من القوه ديالو. اللي كنبغي ناكد مشاهدينا الكرام بان الطفل ريان اليوم وصبح وليدات المغاربه كاملين وليدات العرب كاملين، حيت صراحة كنشوف كاينين ناس من جميع الدول العربية وخصوصا من الجزائر ومصر صراحة. فالآن حنايا باقيين كنتظروا خروج الطفل ريان في أي لحظة، وهما كيحاولوا دابا يهزوا التربة باش تسهل عليهم الخروج.
إذا شكرا للأخت مريم على مساعدتها لنا في هذا البث المباشر. شكرا لكم متابعينا الأوفياء على مشاهدتكم لهذا البث. شكرا للأخت مريم على تزويدها لنا بمعلومات ومساعدتها لنا. إذا أترككم في حفظ الله ورعايته. إذا سيبدأ بث آخر مباشر من زاوية أخرى مع صديق آخر أعتقد أن حمزة سيبدأ بثا مباشرا آخر. شكرا جزيلا لكم متابعينا الأوفياء، دمتم بخير وإلى فرصة أخرى. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.